فكره ان انا رايح الشغل فانا رايح اتعذب، دي اسوا احساس ممكن يوصل لاي حد بيشتغل اي مهنه على فكره. حتى لو الواحد عنده ضغط كتير او اليوم زحمه او في شغل، لازم كلنا نبتسم لان انا مقرر محدش اشوف الصبح مكشر ايا كان علينا ايه. هي الفكره، فكره كل تاسك انت بتعمليها لازم تتعمل وانت سعيده، انك تبقي احساسك وانت في شغلك هو نفس احساسك وانت خارجه، حتى الفايبس دي بتوصل للبيشنت نفسه. كان الهدف الاساسي بتاعي وانا بعمل ماي نيو كلينك ان انا افتح مكان بحيث انك جايه خارجه، انت مش رايحه تعملي اسنانك، انا رايحه اقعد في حته اشرب حاجه واروح. الاحساس ده بالنسبه لي كان مهم جدا، لان انا بدات اقيس ده عليا شخصيا. يعني لما روحت عيادات في كل حته في العالم، في عيادات كلها تحس انك اتخنقتي كده وقفلتي، هتحس انك في حالة بهجة، حالة سعادة. عشان كده ده خلاني برضو التيم بتاعي، مش بس التيم دكتورز، كل واحد ليه وظيفة عندي في العيادة نقيته بعناية شديدة جدا جدا، مش هزار فعلا يعني. وما بالك بقى ان انت بتستقبلي اصلا كيس هو جاي اصلا مفروض ان هو جاي عادة سنة، فهو اصلا مش مبسوط قوي. لا، احنا هنخليكي مبسوط على فكرة، احنا هنخلي الكلاينت اللي بيجي هو حاسس انه جاي يخرج مش حاسس انه جاي يعمل سنين.